ذكرت تقارير صحفية عالمية أن النجم الأمريكي ويل سميث وزوجته كان يبدو عليهما السعادة وقاما بالرقص وإطلاق النكات مع الضيوف خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما والذي أقيم بمدينة لاس فيغاس. وسط شكوك حول وجود علاقة بين ويل سميث ومارغوت روبي التي تزغر بسنوات عديدة، ليقوم الزوجين بنفي الشائعات التي تطاردهما بخصوص خيانة سميث لزوجته. يذكر أن الشائعات بوجود علاقة بين ويل سميث والممثلة الشابة مارغوت روبي انتشرت بعد أن قامت مجلة ستار بنشر صورة لهما في أحد أكشاك التصوير وهما يحتضنان بعضهما في مشهد رومانسي. Crash landed. Two confirmed survivors. Son, this is not training. This is a class one quarantined planet. The threats we will be facing are real. Everything on this planet has evolved to kill humans.